السلام عليكم. السلام عليكم دكتور شيخ يا مصطفى. نعم نعم. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي ما حكم تسليم الاخت كمال شحات التي اسلمت وسلمتها الحكومه للكنيسه؟ وما الدور الذي ينوط بنا نحن المسلمون ان نقوم به نصره لهذه الاخت؟ جزاكم الله خير. وجزاك الله مثله. اما عن الاخت وقصتها فعلمي بها ضعيف، علمي عنها ضعيف، لكن يفترض ان الدولة المسلمة عموما تسعى لادخال الناس في الاسلام. يفترض ان الدولة المسلمة تسعى لاستنقاذ الناس من جهنم. يفترض ان الدولة المسلمة يدعو علماؤها وعمومها الى الله سبحانه قدر استطاعتهم لاستنقاذ الناس من عذاب جهنم. فرب العزة قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. افترض أن المسلمين تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فإذا كان الأمر كما ذكرت أن شخصا مسلما أو عفوا شخصا كافرا أسلم وسعى أناس في رد إلى الكفر، فستحملون مغبة صنيعهم، وعليهم أن يستعدوا لإبراز عذرهم أمام الله. جدير بنا كمسلمين أن نسعى إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أن نسعى إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأذكر في هذا المقام كل من يقول إن لله ولد، أذكره بإنقاذ نفسه من النار، فإن الله جل ذكره ليس له ولد وليس له صاحبة، والمسيح عبد لله ورسول لله عليه صلوات الله وسلامه. إن السماوات والأرض تكاد أن تتهدم والعالم يكاد أن يخرب بسبب القول بأن الله له ولد. قال جل ذكره: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أحذر كل من سولت له نفسه وهيأت له نفسه أن يدعي الولد لله، أحذره من الموت على الكفر، فإنه إن مات على ذلك خلد في الجحيم. إن رب العزة قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قد قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال ربنا سبحانه: فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أحذر كل هؤلاء القائلين بأن الله له ولد، أحذرهم من عذاب الله. لن ينفعهم كبير منهم ولن تنفعهم دنياهم، فخلود في الجحيم لمن يزعم أن الله له ولد. هذا وعن من أكره كي يرجع إلى الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. أطمئن أهل الإيمان الذين غلبوا على أمرهم وتلك التي غلبت على أمرها، أطمئنها بقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أحذر كل من ادعى الولد لله أن
أن يقول هذه المقولة: أدعو إلى التوبة من كبيرته، من كفره. فربنا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا عباد الله، يا أهل الإسلام، يا معشر اليهود، يا معشر النصارى، ربكم واحد، الخلق عبيد لله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فآمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ورسله، آمنوا أن ربكم واحد. فأذكر وأحذر، والله شهيد ورقيب، أذكر كل من سولت له نفسه أن يدعي الولد لله، أذكره بتقوى الله، وأن يتقي الله في نفسه، لأنه المدمر أولا. أعني المدعي ولد لله سيخلد في الجحيم إن مات على ذلك. فوجهوا الدعوة لهؤلاء كلهم كي يتوبوا وينيبوا إلى الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.